السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم لدينا موضوع مهم جدا جدا، ونسأل الله عز وجل التوفيق والتيسير له، ونذكره مع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتاب تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان، في قول الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فيقول رحمه الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، أي طردوا وأبعدوا عن رحمة الله، على لسان داود وعيسى بن مريم، أي بشهادتهما وإقرارهما بأن الحجة قد قامت عليهم، وعاندوها ذلك الكفر واللعن بما عصوا وكانوا يعتدون، أي بعصيانهم لله وظلمهم لعباد الله صار سببا لكفرهم وبعدهم عن رحمة الله، فإن للذنوب والظلم عقوبات. يقول: ومن معاصيهم التي أحلت بهم المثولات وأوقعت بهم العقوبات أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم بعضا، فيشترك بذلك المباشر وغيره الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك، وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله وأن معصيته خفيفة عليهم. فلو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه ولا غضبوا لغضبه، وإنما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجبا للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة نذكرها. ولكن الآن نتكلم عن المفاسد أو المعاصي، لا نبعد، وإنما نتكلم عن شيء واقع من مشاهدة النساء في المسلسلات والأفلام وغيرها، وتجد إنسان يقول شاهدت الفيلم الفلاني وكذا، ولا ننكر عليهم، الله المستعان. الثاني وهو كذلك سماع الأغاني، وهؤلاء الاثنان يعني من أكثر المنكرات فيما أظن انتشارا، الله المستعان. صلى الله عز وجل يحمينا ويجعلنا ممن ينهى عن المنكر. نكمل. يقول: منها أن مجرد السكوت فعل معصية، وإن لم يباشرها الساكت فإنه كما يجب اجتناب المعصية فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية. ومنها ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراث بها، ومنها أن ذلك يجرئ العصاة والفسق على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنها، فيزداد الشر وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية، ويكون لهم الشوكة والظهور، ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أولا. ومنها أن ترك الإنكار للمنكر يندرس العلم ويكثر الجهل، فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لما يظن أنها ليست بمعصية، وربما ظن الجهل أنها عبادة، صلى الله عليه وسلم، عبادة مستحسنة، وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالا وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا، نسأل الله العافية. ومنها أن السكوت عن معصية العاصين ربما تزينت المعصية في صدور الناس واقتدى بعضهم ببعض، فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه. ومنها يعني كثير، الله المستعان. فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة نص الله على أن بني إسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم، وخاصة من ذلك هذا المنكر العظيم، لبئس ما كانوا يفعلون. نسأل الله عز وجل أن ينجينا منهم أو من هذا الفعل يعني، وصلى الله جل وعلا مباركين، والحمد لله.